عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في نموذج لأسئلة امتحان الشهر الأول لمادة اللغة الإنجليزية. عندنا هذا نموذج لأحد أسئلة الشهر الأول. يجينا عادة سؤال read a passage then write yes or no، يعني تجيكم قطعة من الكتاب تجاوبون بيس أو نو، يعني نعم أو لا. Iraq is a country in the southwest Asia. The capital is Baghdad. There are two famous rivers. يعني العراق هو بلد في جنوب غرب آسيا، العاصمته بغداد، وفيه نهرين مشهورين تايغريس اند يوفرتس، يعني الدجلة والفرات. ان عراق بيبول سبيك عربيك اند كردش، المواطنين بالعراق يتكلمون اللغة العربية واللغة الإنجليزية. خلي نجاوب، شلون نجاوب على الأسئلة. عندي أول شيء يقول بغداد is the capital of Iraq. الجواب yes or no. إحنا راح نجاوب كلمة yes. راح نجاوب كلمة yes. زين. Number two في الكتابة. نجي على نمبر 2. In Iraq people speak Arabic and Kurdish. أيضا الجواب yes. الناس يتكلمون اللغة العربية واللغة الكردية. Tigris and Euphrates are two rivers in Iraq. أيضا الجواب yes. نعم، دجلة والفرات هم في مدينة في دولة العراق، أنهار في العراق. يقول العراق is a city. قرب no، لأن العراق ليس بلدة إنما العراق دولة. العراق in southwest Asia. الجواب yes. الجواب yes. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نجي على السؤال الثاني. choose the correct word. اختار الإجابة الصحيحة. there are lots of dash. نختار book لو books. من شفنا are نختار كلمة books. نختار كلمة books. النقطة الثانية يقول جاك فراغ from England. هنا جاك هو اسم مفرد، اذا نختار از وليس نختار ار. ار للجمع. فراغ ار فرانش. من قال لي ار؟ يعني اختار، لازم اختار ذي، يصير اختار شي. ناشوناليتي ار يو. دائما ناشوناليتي تختار لها وات، يعني ما هي جنسيتك، فنختار وات. از هي تاي؟ الجواب نو هي ازنت. الجواب نو هي ازنت، لان ازنت وبعدين احنا الشخصيه اللي عندنا بالانجليزي هي بنيه وليست ولد. ماتش ذا ليست اي وذ ذا سيتبل اند ذا ليست بي. هاي نختار من اي القائمه في البي. بيروت، بيروت هي عاصمه لبنان، يعني لبنان، فنختار هنا اي. زين. والثانيه مارشز الأهوار، شبيه المارشز والموجودات في العراق في دي. الأهوار موجودة بالعراق. تور برج، وين موجود البرج الجسر اللي هو موجود في انجلاند بي. وتاج محل موجودة في الانديا هند، نختار سي. ومكروني، المعكرونة هي أكلة إيطالية أي. نجي هنا فول ذا جابس وذ ذا سوتابل بيكتشرز، يعني هنا أنا هذه شوفوا ال سوتابل. هنا ماكو بيكتشرز، اكو فراغات، اكو صور، يعني هو لازم المفروض اكو صور، لكن هنا ما عندنا صور. احنا هنا شنو نختار على ذني اللي موجود عندنا. elephants. elephants are from Africa. ال اسمه يعني جنة من افريقيا، الفيلة هي ترجع الى افريقيا. come from Egypt. you are انت من Egypt، اذا انت Egyptian، انت مصري. نجي هنا يقول ذا فراغ lives in the palace. palace يعني قصر، اذا هي من اللي تعيش في القصر؟ هي كوين، الملكة. الملكة تعيش في القصر. I went to dash to other countries. I went to travel. دائما travel فعل، أنا أريد أن أرحل أو أسافر إلى أو أنتقل إلى بلدان أخرى. فراغ is Iraqi cookies.
هي من البسكويت العراقي اللي هي كلياجه. الكلياجه هي من الاكلات البسكويت. بالنسبه للكومبونيت ذا فولوينج ووردز، اكمل الجمل التاليه. هنا الكومبونيت شوفوا هاي كلمه اللي هي باندا، باندا النقص هي راح تكون ان هنا وراح تكون ان هنا باندا وراح تكون اي هنا. ايجيبت موجوده عندي بالاسئله، ايجي باعوها هاي ايجيبت هاي يعني النقص الواي والبي ايضا نقص. زين كانجرو كا 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 جي هنا كانجرو كانجرو. وتركي تركي النقص تر تركي تركي يعني تركيا. وهنا عندنا هنا بيج ويل، ويل يعني دبل اي بعد النقص يكمل لي بالنسبه للراي ذا فولوينج سنتنس كورريكتلي يعني اكتب بعد كتابة الجملة هذه صحيحة. احنا نحاول ان نكتبها بالتنقيط، نحاول ان نكتبها بالتنقيط على مود نتعلم التنقيط للسادس ابتدائي. نجي هنا نقول اول شيء لازم نكتب كاربتر لتر، فنقول ار ار هيروشي اسم لازم ينكتب كابيتال هيروشي اند مينرو مينورو عفوا عفوا مينورو لازم تكتب الام كابيتال لتر فروم جابان جابان لازم تكتب كابيتال لتر لان جابان. هذا بالنسبه وخلي بدت بالسؤال اخلي علامه استفهام. هذا بالنسبه لهذا السؤال، هذا الحل كل ما موجود في هذه الأسئلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.